احتفالا بسلامة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وتعافيه من العارض الصحي الذي ألم به مؤخرا، وبحضور سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، أقام أهلي جلالي بمحافظة المحرق اليوم مهرجانا شعبيا كبيرا تعبيرا عن سعادتهم البالغة بأن من الله على صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بموفور الصحة والعافية. وتضمن المهرجان العديد من الفقرات الفنية والتي رسمت لوحة بديعة تعبر عن ما يحمله المواطنون من حب واعتزاز لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر. وقد نقل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للحضور شكر وتحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على مشاعرهم الطيبة ودعواتهم الصادقة والتي تجسد ما يربط بين القيادة والشعب من محبة متجذرة في النفوس. وأكد سموه أن المشاعر والأحاسيس التي عبر عنها أهالي جلالي خاصة وشعب البحرين في كل المحافظات ليست بغريبة على أبناء البحرين الذين يرتبطون مع سموه بعلاقة محبة وطيدة. وعرب سمو الشيخ عيسى بن علي عن خالص شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم المهرجان والمشاركين فيه على مبادرتهم التي تجسد مدى محبتهم وولائهم لوطنهم وقيادتهم، داعيا الله عز وجل أن يحفظ سموه وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية. من ناحيته أعرب محافظ المحافظة المحرق عن بالغ سروره وأهل مملكة البحرين جميعا بمناسبة سلامة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، مؤكدا أن هذه الاحتفالات والمهرجانات الشعبية ما هي إلا تعبير بسيط عن مكانة سموه لدى جميع المواطنين. ومن جانبه أعرب النائب خالد بوعنق عن سعادته بتمام شفاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، مؤكدا أن ذلك أثلج صدور جميع المواطنين وخاصة أهالي جلالي الذين يبادلون سموه المحبة والتقدير. كما أعرب النائب إبراهيم بن خالد النفيعي عن جل تقديره وثنائه لكل الاحتفالات الوطنية التي بادر بها المواطنون وأصحاب المجالس العائلية والأهلية والذين عبروا خلالها عن محبتهم ووفائهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. ومن جانبه هنأ رجل الأعمال الوجيه فؤاد حسين الشويطر شعب البحرين بسلامة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، مؤكدا أن مشاعر السعادة التي أظهرها شعب البحرين تجاه سموه تعكس ما لسموه من مكانة كبيرة في نفوس الجميع. من جهته قال محمد الدخيل ممثلا عن أحد المجالس الأهلية في جلالي أنهم أرادوا من تنظيم هذا الاحتفال رد الجميل لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على عطاءاته وأعماله لصالح الوطن والمواطنين. ومن ناحيته أكد السيد جمعة شريدة رئيس نادي جلالي باسمه ونيابة عن أهالي جلالي عن سعادتهم بسلامة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مؤكدين أن محبة سموه في نفوسهم كبيرة، سائلين الله أن يبارك في عمر سموه وأن يحفظه ذخرا وسندا وعونا وأن يديم عليه وافر الصحة والعافية.